بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم والخالق من عجم، مفيض النعم ومانح القسم. أنزل الأحكام وألهم الحكم، وعلم باللسان والقلم. له الحمد من أجل وقدم، وله الشكر إذ هو مول الآلاء والنعم. بعث إلينا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم، فعلم وزكى وربى وتمم وقوم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهد الوحي لهذا النبي بأنه على الحق المبين، ويهدي الصراط المستقيم، وأنه على خلق عظيم. وزاد فخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملة والتبصير متمما هائلة. ولقنه أن يعلن في الناس قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاللهم صل عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ونورنا بالصلاة عليه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل شائل. وبعد، فدروس تترى، ولو تقاربت لكانت أيسر علينا. نحن بصدد تتمة ما بقي علينا في المبحث المعنون بباب جمع القرآن، مباحث الجمع متصلة بالجمع، بعد مبحث السبع أو السبعة. وكان هذين الفصلان يجيبان عن سؤالين محوريين. السؤال الأول: كيف تلقي الوحي ابتداء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تلقي قرآنا؟ كيف جمع مقروءا في المدة التي تنزل فيه الوحي؟ امتداد عهد النبوءة العامر، عمر رسول الله العامر الذي أقسم الله به في قوله لعمرك. ثم كيف جمع بعد ذلك مكتوبا؟ لأن هذان تسميتان، لأن هذين تسميتين القرآن والكتاب تجاورتا وترافقتا. حتى في القرآن المكي تنزلا تسمى القرآن كتابا وتسمى قرآنا، في إشارة إلى أنه ينبغي أن يحفظ في الموضعين، في العلم وفي الرسم. العلم هو الوحي المتلقى، قل رب زدني علما. النبي من أين كان يجيء؟ من وحي الله. زدني علما أي وحيا وفهما فيه، وهو حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الكتاب متلقى نصا، والحكمة الفهم فيه. كل هذا بإلهام علي من ربنا العلي الحميد. وتسمى كتابا لأنه ينبغي أن يكتب وأن يوثق أكثر، لأن الكتاب أصل ثان للقرآن. مصاحف الأئمة هي أصول ثوان للمقروء الذي تلقي. ثم في هذا الفصل الذي هو فصل الجمع الكتابي، نبهنا بإيجاز إلى أن هذا الجمع في الأشهر حصل مرتين، جمع الكتابي، علما بأن الجمع الشفوي صدرا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في زمن النبوة حفاظ الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خذ القرآن منهم، خذوا القرآن عن وسمى. وليس هذا التعديد حصرا، ليس ذكر العدد حصرا أبدا، وإنما هو كما قلنا تنويه بالأربعة لمقامهم في الحفظ. وجمع ونقول وكتب في زمان النبي، لكن بأقلام مختلفة وعلى أدوات مختلفة، على مكتوب عليه مختلف. كتب على اللخاف وعلى الأكتاف وعلى قطع الأدم وعلى الصفاح،
على المتيسر، لأنه كتاب التيسير ما يقرأه ما تيسر منه. ولم تكن الأمة العربية أمة كتاب، يعني أن لها اشتغالا بالمكتوب كاشتغالنا نحن مثلا أو قريبا من ذلك، لم يكن هذا. كانت أمة ذاكرة، وكان مصاصم وصف أمته ووصفت له أمته بأن أناجيلهم في صدورهم، وأن من خاصية هذا الكتاب أنه محفوظ في الصدر أولا، منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، معناه لا يمحى، لأن المحفوظ إذا وثق لا يمحى، معناه لا يعتريه المحو بأبسط ملابس وهو الماء. ماذا يغسل الماء؟ المكتوب اليسير الذي يمكن أن يزال، هذا كتاب إذا رسخ حفظا فلا يمكن أن يزال. القرآن جمع، جمع الكتابي الأول في عهد الخليفة الأول الصديق، سمعنا جمع في الصحف، وكان الذي تولى هذه المهمة بعد أن وكله إليه الخليفتان الصديق الفاروق بإشارته، صاحب الإشارة، والصديق بأمره وتوليه واختياره، اختيارهما معا لزيد بن ثابت، المؤهلات التي علمتم من كونه كان يكتب الوحي لرسول الله خاصة، وكوني عرض عليه بعد العرضتين الأخيرتين، هما العرضتان التحرير فيما أرى. أضف إلى أمانته وفتوته وقدرته على القيام بهذا العمل الشاق المضني المعنج والذي أحسبه هو، وكان من منهجه الأول في جمع الصحفي، جمع في الصحف، ونسميه جمع صحفي أو صحفي على الصحيفة، هذا الجمع الصديقي كان من منهج زيد أن يتتبعه في الصدور ثم في السطور، وأن يجمعهما مع بعضهما شاهدا عن توثيق لكون هذا مكتوبا في زمن النبوة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا أصل لما سماه البعض بتوقيفية الرسم، هذا رسم توقيفي، أن النبي علم به ووقفهم عليه، وكان يدعو الكتبة ليكتبوا المتيسر. وظل قلنا هذا في زمن النبوة مفرقا، لماذا لم يجمع في مصحف على الصحيح كما صار سيدي محمد العاقب ابن مياب الجكاني في الكشف حين قال لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد للأمن فيه من خلاف ينشأ وخفة النسخ بوحي يطرأ، بمعنى أنه ما كان هناك داعي لنجمع في مصحف والوحي مفتوح على الإضافة ومحدود مفتوح على النسخ، لأنه كان هذا من شأن الله فيما يتعلق بالأحكام، يقول تعالى ما ننسخ من آية فالله الناسخ وهو المرسخ الذي يرسخ الآية لتبقى وينسخ الحكم إذا شاء، لما يرجع لذلك من ربانية التدرج في ترسيخ الأحكام بالنسبة للمكلف، نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه سيجيونا إن شاء الله في بابه ما يتعلق بالنسخ والمنسوخ عند قوله تعالى في أول آية تعرض الحديث عن النسخ. إذن لم يكن هناك حاجة، ولأن عروض النسخ اقتضت شوش المكتوب لو كان مجموعا هذه نزيلها تتركها، بينما كان الجمع في الصدور بالطريقة التي جمع بها. وأيضا لأنه في زمان النبوة ما كان يمكن أن يحدث خلاف، والنبي قائم فيما يختلفون، ووحي النبي صلى الله عليه وسلم حاشم، وجوده وحضوره حاشم، والقرآن يتلى ويسلو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتبا، والحفاظ يعني يحفظون من صاصم، والنبي ظل يرتب الوحي ويرتله قراءة ويرتله ترتيبا، ويقول ضعوا هذه بجانب هذه ودعوا إلي الكتاب، هذا طيلة عهد النبوة شيء الفاضلة. قلنا في الجمع الصديق الذي تولاه زيد كان يتتبعه من الصدور ومن المتيسر من مصدور على جميل ليجمعه في صحف، فكان الفعل الذي فعله زيد عمل زيد انحصر في جمعه
في ورق، توحيد المادة الكتابة وتوحيد قلمها، أنا هو المسؤول عن ذلك. ولم يحتج إلى هذا المصحف ليرجع إليه. طيلة حديث الصديق، ما بقي من حديث الصديق وعهد الفاروق، وزمنا زمن من عهد من عهد الخليفة الثالث ذي النورين رضي الله عنهم إلى أن حصل الأمر. كأنه كان إجراء احتياطيا، وقلنا هذه الإجراءات الاحتياطية في الدين واجبة على من قدر عليها، حتى ولو كانت بين يديه آيات القدر التي تقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذ الحفظ كما يكون بالخارق يكون بغيره، يعني يكون بالأسباب الظاهرة وبالأسباب الخفية، ولا يعد تعصير السبب يعني توكلا مع إمكان السبب. لا يقال فيها تعاصي التوكل سببا منفردا أبدا، قلنا هذا خلاف الشريعة. فلذلك الصحابة الأول هذا فهمهم أنهم مع حفظ الله تعالى تولي حفظه وتيسيره، فإنهم كانوا يأخذون بالأسباب، ومنها ما حصل في وقعة اليمامة اللي هي أشد حروب الردة في زمن الصديق، والتي توفي فيها عدد هائل من القراء، فخشي الفاروق أن يموت بموتهم بعض الكتاب، أن يختفي بعض الحفظة، فقام بهذا الإجراء. وقال الحمد لله فعلا كان خميرة للجمع الثاني الذي هو الجمع الموحد، كان غرضه آخر. فالجمع الثاني اللي هو الجمع في المصحف الواحد التي انتسخت عنه المصاحف الخمسة على الراجح، كان جمعا لغرض آخر وبلجنة موسعة وعلى رئاستها زيد الذي قام بنسخ، وإمامه الأول صحف الصديق التي انتهت إلى حفصة من أبيها الفاروق بعد انتهاء خلافته بوصيته. فدعا كما سلف لنا يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه، دعا زيد لعلمه أنه كان من كتاب الوحي ولأنه تولى الجمع في الصحف، وطلب من حفصة يحضر النسخة، فحضرتها النسخة الأولى يعني للمصحف. اعتمدوا الصحف إماما وزيد مقدما على اللجنة، واختاروا ثلاثة قرشيين بمعايير التي يختار لها المؤهلون بحق، وهو ثقة في دينهم وإيمانهم والكفاءة في مهناتهم، كانوا كتابا للوحي وكانوا أمنا عليه. ولم يكتفى بهذا بل كان الحضور مكي بن أبي طالب القيسي له رسالة مهمة جدا قرأتها للطالب الباحث، وهي الإبانة، رسالة صغيرة، وفيها من قصة الجمع أنه حضره 12,000 لأنه كان تحت الشمس، لم يكن سرا، عملا سريا من أعمال الخليفة عثمان كما يدعى، إنما كان عملا مفتوحا في الروضة الشريفة، وكانت موئل للناس، الناس دائما الروضة دائما كانت عامرة منذ كانت محل أن يرى الناس ويسمعوا ما يتصل بشأن عظيم من شؤون دينهم، وهو جمعهم على المصحف لينتهي الخلاف، لأن السبب هو ما حصل بين أهل العراق وأهل الشام، وهم كانوا أجنادا في الجيش الفتح حين فتح أرمينية وأذربيجان في حدود بحر القزوين في زمن الخليفة، وكان يصلي بعضهم خلف بعض ويسمع بعضهم القرآن من بعض، فحصل بعض إنكار من بعضهم على بعض بالقول هذا ليس قرآنا، أنا ما سمعنا بهذا نحن في الشام، وكان مرجعهم الصحابة الذين سبقوا إلى هناك وأجلهم أبو الدرداء، وقال العراق لا قراءتنا نحن أهل الكوفة والتي مرجعها ابن مسعود لا تشبه قراءتكم. فسيدنا حذيفة حمل صورة الخلاف وخشية ما يخشاه المؤمن على دينه بما حصل من فتنة في القراءة، يعني هرع أو هرع إلى عثمان ليقول له من هناك على طول يجيه في أمر خطير، أدرك الأمة تختلف في كتابها فتضل.
قوله تعالى مستحضرا الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فكان أن فعل الذي قلنا وضم هو الذي ضم وبشهرة ومشهورة ضم إلى زيج الثلاثة الأماجد وهم سعيد بن العاص على الصحيح هو الرواية الأولى التي ساقها بسنده الإمام الداني في المقنع وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ثلاثة وزيد على ثلاثة قرشيين وسيدنا زيد أنصاري خزرجي من المدينة القرآن مكي مجاني وهؤلاء مكيون مدنيون شوف اختيار أيضا لجنة مختلطة وهذا الذي قل عدده وهو الأنصاري كتر موقعه فكان مشرفة فكأن العدالة وازن في العدد رغم أنهم كلهم عدول يقولون أجل يجيك قد يقوم العدد مقام العجالة وقت تكون العجالة تقول فلان عاجل ينبغي أن يوازن بثلاثة مقاربين وأيضا لما سبق أن نقل عن سيدنا عثمان من قوله إذ اختلفتم أنتم وزيد في كلمة فاكتبوها على لغة قريش وكان هؤلاء ثلاثة نفر قرشي فإنما نزل القرآن بلغتهم أي معظمه ده مراده ولغة قريش كما أنا بنتبخناكم كانت مو إلى بقية اللغات من المضر أصول اللغات الوسط الحجاز تقول إليها قبائل السبعة التي فسر بها نزول على سبعة حروف أي لغات تقول إليها سائر لغات العرب إلى لغات القبائل المضر معنى تقول إليها تقول إليها بالاستعمال وبالتداول لأنهم جاءوا في الوسط وجاءوا في الحرم وكان المكان نفسه يعني محل التقاء ومحل رحلات التجارة رحلة الشتاء والصيف واختلاط الأجناس واختلاط اللغات فعلق بلغاتهم لغات العرب بقيتها واستعملت وفصحتها بالاستعمال أجرتها مجرى سقلتها بلسانها فصارت تستعمل وهذه يجيون إن شاء الله الفصل الموالي اللي فيه ما قيل في ألفاظ تعلق بها أو يعلق بها شيء من العجمة من أين جاءت ألفاظ العجمية إلى الكتاب عند من يرى أن في القرآن ألفاظا ذات أصول أعجمية سيجيكم إن شاء الله لا تعجلوا فصول متداخلة وبعضها يتداعى إلى بعض قلنا هذه اللجنة المقدورة هي التي تولت كتابة المصحف فماذا فعلت بالصحف جردتها هكذا يقول سيدنا الشاطبي رحمه الله في العقيلة فجردوا أي المكتوب مصحف كما هو كتابته ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر ولم يكن في كتف رسمهم همز ولا شكل ولا نقط لم يكن في رسمهم همز ولا نقط ولا شكل لما قد أشكل والسر في ذاك بقاء الفسحة للعارضين بالقراءة بالحروف السبعة حتى تبقى الكتابة محتملة لما سيقرأ وسيبقى هذا الكتاب الذي أريد منه أن يكون إماما ومرجعا للقراء يجدون فيه المتفق ويكتبونه على المقروء فهذا ذكر الكتاب على الإمام القرآن الذي هو محل اتفاق والمضبوط كما سيجون حديث عن الضبط الذي هو تتمة الرسم هو ضبط على المقروء فالمصحف الغير المرسوم الغير المضبوط هو مصحف يحتوي القراءات التي تواترت فإذا جاء بالسند المتواتر وقابلناه فإذا به يقبله ولو احتمالا ومخرج على الأصول العربية التي نزل القرآن بها جعلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين مش مطلق عربي بل عربي فصيح لأن العرب مختلفون في مستويات الفصاحة وأفصحهم عرب الوسط
كما يجي هنا إن شاء الله. وفي القرآن من كلام العربي من وسط وطرف منتخب كما سيجون إن شاء الله في قسم التعريب، تعريب بعض الكلم القول بأنها معربة. كتب القرآن في إمام بقلم هؤلاء الأعلام وبشهادة الذين حضروا، ومن غير أن يكون ثم نزاع على ما نقل إلينا، فصار إجماعا أو كالإجماع بأن هذا هو القرآن الذي وصل. واسمح لنا بأن الحجة قامت بمنتهى إلينا من مقروء، وقلنا في اللمح شنبين على هذه المسألة، وقامت الحجة بالذي بقي والحمد لله اقرأنا وارتقي، قامت الحجة إذ كلها كاف وشاف، فقرأوا بما به أقرئتم لا تلكوا، بما أقرئت به صح سندك اقرأ به واحتكم إلى الوصول. فإذا تواتر فلا كلام في الشرطين، وإذا صح فقط أو اشتهر فإنك تعرضه على المكتوب. لماذا؟ ليأخذ شهادة الوفاق من الاتفاق على المرسوم الذي كان بإقلام الصحابة. إذا الرسم ما كتب في الإمام بقلم الصحابة في الإعلام، هو دور الرسم، رسم القرآن ما كتب في الإمام بقلم الأعلام، والمتلقى قرآنا ما أسند بالأسانيد الصحيحة والمتواترة والمشتهرة بمستوياتها بشرط هذا الوفاق مزدوج، وفاق اللغة التي نزل بها الكتاب ووفاق المكتوب الذي اجمع عليه الصحابة. كل هذه معايير تحوطا للكتاب، وإلا رأى الحمد لله. وقلنا أيضا وسبق وسقط اعتراض من فيه دخل، وقامت الحجة بالذي قد وصل، قامت الحجة بالذي وصل إن شاء الله. بقى هذا المرسوم كما قامت علوم على المقروء، علوم تسمى علوم القراءة ودوينك، ولا شيء انتهت إلى زيادة من 20 علما كلها تعتني بالحرف في من حيث شنده تواتر أو صح أو شذة، هي أيضا مدونة. علم الشاذ من القراءات علم، وله مصنفات وله أئمة فيه، بدلا من ابن شنبوذ إلى الموجه ابن جني في المحتسب، عشان هذاك إمام في الرواية وهذا إمام في الدراية. علم القراءات أحدها مدرجها ضعيفها طبقات القراء، هذه علوم تتصل بالقرآن، وعلوم تتصل بالمرسوم المكتوب، مش ما بعلوم المصحف. علم العد من علوم المصحف، علم الضبط من حروف التتمة، علم الوقف الوقف أين تضع وعلامة الوقف وأين تضع في المصحف، علم التجزئة هذه جينا كيف يجزأ القرآن وما قصد التجزئة. الشيء إذا نحن لا يمكن الوقوف عندنا، ما يمكن تدرس علوم القرآن كلها بين يدي القرآن، هذا أشياء تحتاج إلى أن يكون هناك كرسي نود أن يكون، وهو كرسي علوم القرآن ليس فقط علوم القرآن، أو تضاف إليه بقية علوم الأخرى، لأن علم التفسير هو من علوم القرآن، لكن علوم القراءة وعلوم الرسم كانوا تجعلها من علوم القرآن، يجعل علوم المصحف علوم مستقلة، وكلها تندرج تحت هذا العنوان الكبير اللي هي علوم القرآن. ما شأن المصاحف الخمسة التي قيل بها؟ قيل 25 أو 27 أو 4، والقولة الأولى هي المشتهرة هي المتبعة لكنها خمسة، وهي التي اعتمدها الإمام الداني في إسناده إلى مرسوم المصاحف في كتاب الجليل المسمى بالمقنع في مرسوم المصاحف، هي هذه الخمسة وإليها يسند. توضيح صورتي مخصوصها. وكان القراء الكبار لهم عناية بأمر المرسوم، ومن ثم أدرج في منظوم علوم الكتاب أو في نظم علوم الكتاب علوم القرآن كالشاطبية وغيرها باب الوقف على مرسوم الخط، وكان هذا علم من القراءة يتم بالرسم وتوضيحه، والاختلاف القراء أيضا في التعامل مع المرسوم،
والوقف عليه في أمور بعينها ورد الخلف فيها. ومن الأصل فيه المطابقة، مطابقة القراءة للمرسوم حتى وقفا، لا تقف على المقطوع موصولا وعلى الموصول مقطوعا أبدا، إلا فيما فيه الخلاف يعتنى به لذلك تنبيه عليه. وشما هذا بوقف الابتلاء ووقف الاختبار، معنى اختبار معرفتك بالمرسوم. الشيخ يقول لك وقف، وما لهذا، قالوا ما لهذا الكتاب، يقول لك وقف على ما يجوز الوقف عليه ليعرفهاش علمك بالمرسوم، فتقرأ له وقالوا ما هذا الرسول، ثم توصل وقالوا ما لهذا الرسول، لأن هذا ليس وقفا اختياريا وإنما وقف اختباري أو تعريفي، يعرفك الشيخ أو يختبرك. إذا اختباري إذا كان ابتداء منه، أو تعريفي إذا كان ابتداء منه، واختباري إذا كان منك. هذه المصاحف الخمسة هي نسخ لمصحف الإمام الأول. من بأقلام من؟ أقلام نفس الذين كتبوا النسخة الأولى. ماذا فيها من مضاف؟ ليس فيها من مضاف إلا ما ذكر من الأئمة الذين يعلمون القراءة، القراءة سبقت الكتابة في الجهات التي ستبتعث إليها المصحف، ترسل إليها المصاحف. من زيادات حصرت حصرا بين هذه الخمسة، فزيد مثلا في مصحف المكي مين تحتها مثلا، وزيد في مصحف الكوفة هو في سورة الحديد، إنه هو الغني والحمد. والزيادة هذه التي هي اختلاف من المصاحف الخمسة بالزيادة والنقص، بوب الهداني في المقنع باب اختلفت في مصاحف الأمصار بالزيادة والنقص، وهي معدودة على الأصول الأصابع حصرا وموجودة، وليست من قبيل ما يزاد فيغير المعنى، هو وسارعوا فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، أوصى بها ووصى بها بدل الهمزة سوى، من هذا النوع. فأعيانها ومعانيها موضوعة تحت النظر، فليست مما جاء من خلف رعي فيها. ولذلك الأصل في قراءة أهل القطر أن تكون موافقة لمصاحفهم إلا ما استثني بسند، فيجوز أن يقرأها بموافقة أي مصحف. ولذلك أطلق ابن الجزري في قوله في الشروط: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسمي احتمال وصح إسنادا، وكان للرسمي احتمال يحوي، قال للرسم أي رسم أي نسخة، ولم يشترط نسخة القطر مع أنه الغالب في الموافقة. ويجمع الشاطبي في العقيدة في أشار إلى النسخ فقال: وسار في نسخ منها، ما سار معنى سياره، فسار من سياره الإمام خليفة مسلمين عثمان، معنى بعث بهذه المصاحف إلى الأقطار الخمسة التي تشمل المدائن الكبرى المسلم، وفيها تقول إليها سبق القرآن وتشكلت مدارس الإقراء قبلا، وهي التي فيما بعد نجد أن ابن مجاهد سيختار الأئمة السبعة الذين انتهت إليهم القراءات صبت في مجراهم من هذه الأقطار الخمسة. لا هي كانت مختارة بدقة. وصار في نسخ منها مع المدني، ومن تقول هنا مع المدني تعني المدني الذي نصب للناس باعتباره إماما، لأن هناك مدني خاص وهذا مدني عام، والمدني الخاص هو النسخة التي كتبها عثمان لنفسه، لأنه كان من حملة الكتاب، وكان ممن يختم في الليلة، وهذا معروف في الشيرتي، قرأوا كتاب الوتر للمروزي، للحافظ المروزي بن نصر، محمد بن نصر، تجدون أخبار عثمان في قيام الليل هناك بما صح عنه، صرفوا مقتار هذا الإمام وعلقته بالكتاب. الذي مجحه القائل حين نحر في محراب الصلاة من المتمرجة في مصر، قصة مشهورة في وفاة الشهيد هذا، قال وأصمت عنوان السجود به يقطع الليل ترتيلا، أو كما قال،
أشمط أشمط هو لحيتهم كلها يعني شيف كلها مخوطة بالشيب، وأشمط عنوان السجود يعني حتى أجر السجود في جبهته، يقطع الليل قرآنا وترتيلا، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره، مش آخر الليل آخر المصحف، لاقى حمامة المخازير. هذا من حسن الختم أن يقبض على القرآن وأن يقبض مظلوما شهيدا، رضي الله عنه في من رضي عنه وأرضاه. إذن كتب المصحف الإمام، وانتو شيخت منه مصاحف أئمة، في قول فيها المصاحف الأئمة معناها هي التي تقصد عند الاختلاف، كما لو اختلفنا ولم يحتمل الرسم أبدا لا تحقيقا ولا تقديرا فلا تقبل القراءة. بقائل يقول هذه نسخة حفصة، نسخة حفصة أعيدت إليها، هذا الراجح. والأوراق الأخرى التي كانت يعني اعتمدت أيضا، لأنه بقي ذاك المنهج تاع العرض، يعني قبول أي مكتوب جاء به بالشاهدين، شاهدين وهما حافظ وسطر، حافظ وسطر يؤكد المحفوظ. ولذلك حصل في تاريخ الجمع أن سيدنا زيد توقف في آيتين، في الجمع الأول في آية في قوله تعالى في آخر التوبة لقد كان لكم في رسول الله، يعني فقدها، ما فقدها، كان يحفظها ويعلم موقعها ولكن ما جاء به أحد مكتوبة، فقال آية لقد جاءكم إيه، حتى جاء خزيمة بن ثابت وقيل أبو خزيمة الأنصاري، فقال هذه هي وهي موصولة بالآية قبلها فكتبها. وتوقف في آية من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه في وسط الأحزاب، حتى جاءوا بها أحد الصحابة فقدها، من فقدها؟ يعني هو تفقدها في حفظه، قال أين هي؟ إذن هذا ما يدل على كيف كان التحري في كتابة المصحف، تلقيه وتوثيقه، كان الغرض هو أن يكتب القرآن على عرضة، هي الختم كعرضة الجيد هنا، وتأكيد كان الثلاثة الفصحاء علماء بلغة قريش سليقة أيضا، وأقلامهم التي تحررت بلغة قريش في الكتابة. بقين يقول وما شأن اللغة في الكتابة؟ لا، القلم واحد اللسانين، تابوا. ولذلك من قالوا اختلفوا في التابوت، فقال زيد التابوه، وقال ثلاثة التابوت، قال اكتبوه بلغتهم فإنما نزل بها، فكتبوه بالتاء، تبين نوع الخلف حتى في رسم الكلمة، هل تكتب بتاء مبسوطة أم بتاء مربوطة؟ أيضا حصل هذا نوع من الخلف، ما بقي دال على ما ألقي أو لم يصل. أمر شدا للذريعة وحرصا على الجمع، وهذا من المقاصد الكبرى. تقرأوا مقاصد الشريعة تلقوا مقاصد الصيانة ومقاصد الجمع، صيانة المفرد وصيانة الجماعة بحفظ النظام، هذه راه مقاصد الشريعة العالية. عندكم تغفلوا على هذا الشيء، ما تهمنيش أنا الجماعة ولا الجمع ولا الألفة ولا أي شيء، هذا غلط، تيجي من المقاصد. لولا أن قومك حديث عدم جاهل لنقضت الكعبة وأعدتها على بلاد. ما الذي جعل خاف من الجمهور ولا النبي صلى الله عليه وسلم خشي الجمهور ولا يتألف الناس ويرعى مداركهم وما انتهوا إليه ارتقاء، وأمور كثيرة من هذا القبيل. كيف وقد قيل كيف وقد قيل مقاصد الجمع ومقاصد صون الصدى، صون من الصدى، صدى الجماعة دير. وشد للدرعة وحرقت أمرها بي وحرقت هذه النزاحة اللي يتعلق بها متعلق، لماذا؟ لأنه وجد في المكتوبات أنها كالمذكرات عند الواحد منا، لأنها شيء ما كانش بتكليف من إمام حتى يراعي في المقام، كان يكتب فيها أحيانا القرآن تنزيل مع تأويل، مع ما يسمعهمش تأويل ومع حديث رسول الله، فكان هذه مذكرة جنة العطار على قياس جنة العطار بزوج، فكان يكتب في هذه. فلذلك هذا التجريد حصل كأنه فرغت الصحف في المصاحف،
وجردت من عالق بها غير الكتاب شهادة الحفاظ، هذا ماشي قرآن، أو هذا من مما نسخ، أو هذا مما شدد، لا لا، لم تنتهي القراءة إليه باستفاضة. فرجحت قراءة الجماعة وما وافق العرضة الأخيرة وما شهد به الفصحاء من كتبات الوحي. هذا ولا غرض يعني يمكننا أن نتشكك إذا به أو بسببه مما فعله، بل إن من يدعى من يدعي ومشيع أن هناك شيء ما في كتابة عثمان في المصاحف، جلاه الإمام علي في الرواية الصحيحة إليه حين سئل في الخلافة عما صنعه عثمان، فقال والله لو وليت من أمر المصاحف مثل أو ما ولي علي لفعل يا عثمان لفعل صنعت الذي صنع. والدليل المؤكد هو أنه في خلافته رضي الله عنه ما أظهر مصحفا آخر، لا بترتيب مخالف ولا في موضوعات مخالفة ولا بزيادة أو نقص في الصور أبدا. وعنده حتى عند خصومنا مثلا من الشيعة يعني لا يجوز أخذ بالتقية عند ظهور الإمام، وهذا إمام ولا إمام شيسنا، فلم يأخذ كيف يأخذ بالتقية وهو إمام، وكيف يكون أنا أخذ بالتقية عند وجود الإمام خيانة حتى بشهادتهم، فلا يمكن أبدا أن يكون. وباقي الحجة مش نقول هاتوا برهانكم يتونا بهذا الكتاب، نحن عشاق أن يظهر لنا آية مغفلة أو صورة كما يسميها صورة الأئمة نصوص عليه في الخلافة كما أرادوا. إذن سد لذريعة الادعاء حاجهم أن يكون، وهذا إنما الدعية في أمور ثلاثة أو اثنين، مصحف بن عمر عندما جعل له مصحف، ومصحف علي رضي الله عنه، ومصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه المصاحف قلنا هي لم تكن أبدا ولا كانت عمدة في القراءة أساسا، كانت الرواية، فرواية الثلاثة هذه انتهت إلينا تواترا، مثلا لو كان لو ذهبت تبحث في أسانيد القراء حينما انتهي قراءته إلى علي تجد عجز من قراءة حفص انتهى إلى علي، وانتهي قراءته إلى أبي الذي أن له مصحفا خاصا وأن فيه زيادات من بعض الصور إلى آخره، وهي زيادة سورة القنوت سورة الحفظ. الأسانيد المتواترة انتهت على هؤلاء أصحاب المصاحف، فما كان موافق لها قبل، وما لم يكن شدد ما كان في المصاحف، لأن المصاحف أصلا لا تؤخذ، وقد بقينا قلنا لكم القاعدة لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، وخذ من الأعيان، خذ من شفاء وتلقي عين لعين وشفاء وشفة لشفاء، هكذا يتلقى تتلقى العلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسنعود إن شاء الله.